خوتنا السلام عليكم محبين وعشاق الصيد. اليوم راح نعطيكم الفرق ما بين الحاجب يعني الذكر والانثى، كيفاش تفرقوا ما بين الذكر وتفرقوا ما بين الانثى. هكذا هذا الفيديو اليوم سبيسيال لهذاك الشيء، يعني كيفاش غنفرقوا ما بين الذكر نتاع الحاجل وانثى نتاع الحاجل. اولا هذه انثى وهذا ذكر. الاولى اول حاجه تميزهم هو الحجم نتاعهم. هكذا الحجم كيما راكم تشوفوا، هذا الذكر كبير على الانثى. نزيدوا حاجه ثانيه، هذا الذكر تلقاوه هنايا هذو الحدب، نلقاو هذو الحدبات هنا في رجليه. تشوفوا هذو الحدبات، هذو نلقاوهم هنايا في رجليه. هذا تعرفوا هنايا بلي ذكر، وكل ما يكبر في السن كل ما هذه الحدبه يعني هذا الظفر الزائد هذا يخرج طوال، كيما تاع الدجاج، كيما تاع السردوك تاع الدجاج تاع الديك، نفس الطريقه. اما عن الانثى، هذه هي الانثى، شوفوا الانثى هنايا ما نلقاوش، الانثى هذه ما نلقاوش الا هنا هذوك الحدب، وزيد الحجم تاعها كما قلت لكم يكون صغير. ونعاودوا نرجعوا في الالوان، هذو هنايا في الالوان، شوفوا هنايا الحجله الانثى يكون اللون تاعها حامق، يعني اكثر ظهورا على الحجل، وزيد هنا في المنقار تاعها يكون احمر، هكذا احمر، وهنا في العينين يكون هذاك الاورانج. فرق ما بينه وبين الذكر، ويكون هي عندها الجمال، يعني تكون شابه بزاف على كي يسموه على الذكر. هذا الذكر بالغ راكم تشوفوا فيه، وهذه انثى جديده صغيره، لذا الالوان هذو هنا مش يظهروا لكم شابين على الالوان اللي راهم هنايا عند الذكر. يعني هذا هو الفرق اللي ما بيناتهم. كما قلت لكم الحجم، ديجا غير تشوفوا الحجم، الحجم راهو باين. شوفوا الحجم تاع الذكر شوف على الكبير، والحجم تاع الانثى صغير. فوالا، وهنايا في الحدب، هاي الانثى هنايا، هاي الانثى هذه هنا ما فيهاش الحدب تاعها، يعني هذاك الظفر الزائد ماكش، وتسيبوها عاقله. ها عاقله، ما دير والو، ما دير حس والو. وشوفوا شوفوا الذكر، شوف الذكر شحال صعيب، هذا الذكر صعيب بزاف. اسمحوا لي تشوفوا الستار، وهنا يصيبوا الحدب هانيك، وشوفوا لك الظفر الزائد. شوف هنا تعرفوا بلي راه بالغ، هذا راه بالغ. كل كيما هذا حوالي عنده حوالي واحد العام، هذا عنده حوالي واحد العام، هذا عنده حوالي واحد العام. هذا هو الفرق خاوتي ما بين الحجل الذكر والانثى، هذا هو الفرق ما بيناتهم. كما راكم تشوفوا هذا ذكر وهذه انثى. هاملك هذا هما الحجلات، هذا الحجلات اللي صيدناهم، اللي شفتوهم قبل في الفيديو مقبل كيفاش نصبنا. واللي ما شافش الفيديو هذا يعاود يرجع للور يشوف الفيديو كيفاش حكمنا هذو الحجلات. هذو حجلات ديروا في بالكم بلي حكمناهم في الغابه. وراني نعطيكم في اللي تيست هنايا الفرق ما بين الذكر والانثى عند الحجل البري. نتوما ضربوا طلع الداخل. واللي مازال ما اشترك في القناه مانيش عارف علاه، اشترك واش راك تستنى؟ الى عجبك الفيديو دير جام، ما عجبكش دير ديسلايك ولا كيعيطوا له هذاك، دير كومونتير لك حبت كومونتي اي حاجه حبها تعرفها، حب تسقسي عليها، حب نوروها لكم، ما كاش مشكل. ها زيد خصوصا الاشتراك، اشتركوا في القناه، القناه مختصه غير في الصيد، القناه رانا مخصصينها لكم غير في الصيد. اشتركوا يا الخواق وخلوا القناه تطلع وتشوفوا فيديوهات شابين. ها كاين فيديوهات الصيد السمان، الصيد المرقو، صيد الحاجل، صيد الارنب، صيد الحلوف، صيد الضربان، هادو كامل نصيدوهم لكم. ها هاني خوتي، يا الله هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم خوا.